هوس السعي إلى الرشاقة يقود إلى خطر الموت. تابعونا. من النهاردة مفيش غير رياضة ودايت ودايت ورياضة ومش هيحم نفسي ودايت ورياضة ورياضة ودايت. بيسعى كثير من الناس للحصول على جسم رشيق وممشوق، ولكن هذا السعي ممكن يتحول لشيء مرضي إذا اقترن بالمبالغة وعدم الرضا، وممكن أنه يتسبب باضطرابات أكل متعددة. واليوم رح نحكي عن أحد الاضطرابات الخطيرة وهو الأنوركسيا. أهم أسباب هذا الاضطراب: الميل الوراثي نحو الكمال، الشعور بالقوة الناتجة عن إمكانية التخلي عن الطعام رغم الجوع، ضغط المجتمع والأقران نحو زيادة الرغبة في الحصول على جسم رشيق ونحيف. أعراض الأنوركسيا: تقليل كمية الطعام بشكل مبالغ فيه، الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، فحص القوام بشكل متكرر بالميزان وأمام المرآة. مضاعفات الأنوركسيا: مشكلات في الجهاز الهضمي، فقر الدم ومشاكل في القلب، الاكتئاب واضطرابات القلق، الأذى النفسي والأفكار الانتحارية. فقدان الشهية يعني عدم حصول الجسم على الطاقة التي يحتاجها من الطعام، لذلك يذوي الجسد ويتآكل ليتوقف عن العمل بشكل طبيعي، وهذا هو السبب الرئيسي للوفاة. إذا كنت بتعرف حدا عنده هذا الهوس، يا ريت تشارك الفيديو معه لحتى تحميه من خطر الموت. كنت معكم أنا أمين الفتيح، وخلف الكاميرا الكوتش محمود. هنا مورنينج ستوديو لخدمات التعليق الصوتي. يحييكم والسلام عليكم.